الو، منو انت؟ انا هدى. ولك كم مرة بدي اقول لك اختك ما بعرفها ولا هي عندي وبعمري ما شفتها. طيب بس بدي احكي معك كلمتين. لك انت ما بتفهمي. الله يخليك، بس بدي احكي معك كلمتين، خليني فوت، ما بدي حدا يشوفني واقفة معك على باب البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. فوتي. عرفان الله يخليك، اختي من امبارح ما لم بيني، عرس بنتها ما حضرته. الله يوفقك، ريح لي بالي وقلي وين هي. ولك انا شو بعرفني وينها؟ بعمرها ما دعست هذا البيت. ايه ليك لا تبلفني بصوتك العالي، كل الحاره بتعرف قصتكم. ولك انا قصه هاي؟ لا في قصه لا معها ولا مع غيرها، وين جاي تبليني؟ اسمع عرفان، كل الحاره والسوق بيعرفوا وساختك، وانا قسما بالله لولا قصة اختي ما بدوس بيتك. هلا بدك تقلي اختي وينها؟ ولا خلاص بقى، شو جاي تبليني بنص بيتي انت؟ احملي حالك واطلعي لبرا، يلا رجعي لعند جوزك بدنا نشوفك حدا. ايه مالي طالعة من هون قبل ما اعرف اختي وينها يا وسخ. لا تخرسي. لك ان شاء الله بتنشل ايدك، الله يبلاها بالله. طلعي لبرا، انقلعي لبرا. لا انقلعي لبرا، انقلعي لبرا. يلا خلص طلعي. بدك انا افرش فيك يا عرفان. يسلم الوش عليك وعلى خالك النس. وليه هدى؟ سوري